فاطمة، نرجع معاكي بقى شوية كده للبداية. يمكن عندنا هنا في مصر بعض المفاهيم كده انه دي رياضة للبنات ودي رياضة للولاد، او الرياضة دي ما ينفعش انه بنت تقرب منها، او هو ليه بقى ويطلع لك عضلات وتبقي زي الرجالة والحاجات اللي احنا بنسمعها اللطيفة دي. هنا انت كسرتي كل ده وما فرقش معاكي. البداية معاكي كانت عاملة ازاي؟ يعني مين اللي عرفك القوة البدنية، او بدأتي تحبي الموضوع ازاي وكمان تشاركي في بطولات؟ طيب انا اصلا مدربه بقالي 10 سنين بمرن الناس في جيم وكده. في جيم اوكي. ابتديت العب باور ليفتنج. انا بحب من زمان ان انا العب الحديد. وكنت بمرن الرجاله، فطبعا انت عشان لما تكوني بتمرني راجل فطبعا الرجاله ما بيبقوش. هو الرجاله بترضى؟ ما هي دي بقى الفكره، ان الولد هيبص للمدربه ان هي بنت، يعني ازاي دي تمرني يعني. انا عايز مدرب قوي، او القوه بتبقى مرتبطه بالرجاله اكتر. فده اللي خلاني ابتديت الاول خالص العب حديد. بعد كده احنا في فيديو دلوقتي ليكي ده، وانت ده بتتمرني انت عادي؟ ده تمرين العادي. اوكي. بعد كده ابتديت من 5 سنين ان انا امارس القوى البدنيه. حلو. لان حاسه ان انا عندي حاجه اكتر، يعني انا اقدر اعمل حاجه، كل شويه بكتشف في نفسي حاجه، يعني انا حاسه ان انا اقدر اعمل حاجه اقوى. فابتديت من هنا ان انا العب قوه بدنيه. اوكي. ده 140 دي كيلو. انت بتعملي ايه هنا يعني؟ ده بلعب تمرين الديد ليفت. ده وزن 140 كيلو، بس انا بلعبه مع الريزيستن اللي بتخليه اصعب، الطلوع من الارض. ده تمرين يعني، ده اللي يخليني ازود حديدي في الحديد في الوزن ده. انا بشيل في الوزن ده، رفعت 180 كيلو. هو في زي استك كده من ناحيه دي ريزيستن. ودي طريقه تمرين بتصعب التمرين عشان تخليك تزودي الحديد. اوكي. يعني انا لو بشيل مثلا 150 كيلو ده بيخلي فيه كان حد بيشد قدامك. ايوه، كان حد وزنه مثلا الحديد الريزيستن ده كان وزنه 75 كيلو، يعني كان حد وزنه 75 كيلو بيشدني للارض. وده تمرين ايه؟ ده سكوات. ده كان برضو التدريب ده كابتن محمد سعيد. مدرب بتاعي، مدرب المنتخب ومدرب بتاعي. طيب بعد ما ابتديتي ان انت تشيلي حديد، الناس بقى اللي انت كنت بتدربيهم او قبلوا بقى يعني شافوكي عادي بتشيليهم اوزان وبتساعديهم وبتاع، طبعا حسوا يعني الموضوع مختلف؟ بصي، هو احنا عشان المشكله هنا في او الدول العربيه عامه ان البنت بيبقى ليها حاجات معينه بتعملها وحاجات للرجاله، يعني مقتصر على الرجاله. لعبة الحديد مقتصر على الرجالة. لا ده انا وبعدين بقى ما تروحي الجيم تلاقي مثلا رجالة بقى معظمهم وعاش مش عارفة ايه، وعاش يا بطل، وعاش يا وحش، والحاجات دي. لو مع ان احنا ممكن على فكرة نبقى بنبذل مجهود عادي زيهم، نعمل نفس التمرينات بس هو الراجل. بس ده بيبقى برضه في مشكلة من البنات نفسها. ان البنت نفسها حاسة ان هي لو شالت حديد هتسترجل وتعضل تبقى زي الرجالة. الكلام ده مش مظبوط. في حته في الجيم، لو انت بتروحي الجيم بتبقى دايما مقتصر على الرجاله، اللي هي بتاعه الفري ويت اللي هو الدمبل والبار. مش هتلاقي البنات بتقرب ناحيتها خالص. بس فدي الفكره، ان انا لما قررت ان انا ابتديت اشتغل وابتديت امرن البنات، كان دايما مديري كان يديني البنات. فانا كنت اقول له لا، انا عايزه امرن الرجاله، انا مدربه، يعني انا مدربه زي زميلي. فاديني رجاله امرنهم عادي. ابتديت امرن الرجاله، وطبعا الراجل ما ينفعش ان انت وانا بمرنه ما ينفعش انا اقول له ايه شيل الوزن، فهو يقول لي يعني لازم اشيل، لازم انا اشيل معاه. ممكن اعمله اعمله هيلبنج، يعني زي مدربي كده كان بيقف ورايا بيعمل لي هيلب، انا بقف كده ورا الكلاين بتاعي. بديله البار. فطبعا لازم لو انا مش قويه او لو انا مش قادره اشيل البار مش هقدر، خلاص يعني اروح فعلا انا مرن بس يعني من الاخر والله هو تساعدني فيه مش قادره تشيل. فلا يعني ابتديت الاقي ان لا، الكلاينت بقى يبص لي انا مدرب، ملوش علاقة أنا بنت ولا ولد، أنا مدربة واقفة على الفلور زي الدكتور. أنت لو بتروحي تكشفي عند الدكتور مش بتقولي ده دكتور راجل أو دكتور ست. فالمدرب نفس الحاجة. بس أنا هقول لك يعني برضو نفس الفكرة دي بتلاقي عندنا برضو بعض المفاهيم، اللي هو التخصص ده ما أروحش لدكتورة ست، أو التخصص ده ما أروحش لدكتور راجل، أو إنه الدكاترة الرجالة مثلا مش عارفة في التجميل أشطر من الستات وهكذا. يعني دي كلها بتبقى مفاهيم شائعة ما بيننا ما لهاش أي أساس من الصحة، ولكن يعني هي طلعت كده مع الوقت. دي حقيقة. طيب